وجه وزير الأوقاف محمد مختار جمعة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيهاته بفتح المساجد والعودة إلى حالتها الطبيعية وعمارتها بالدروس والمقارئ القرآنية. وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الأوقاف لتوضيح آليات عودة عمل المساجد بحالتها الطبيعية، أشاد بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بعمارة بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى وتوفير الجو الروحي الملائم لجميع المصريين. إنني أتوجه بكل الشكر والتقدير لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على توجيهاته بما نحن بشأنه، وتوجيه سيادته بسرعة العمل على عودة المساجد إلى طبيعتها وفتحها أمام الراكعين والساجدين والذاكرين وعمارتها بدروس العلم. كما أتوجه أيضا بكل الشكر والتقدير لسيادته على اهتمامه بعمارة المساجد مبنى ومعنى، وما كان من توجيهات سيادته في عمارة المساجد وبخاصة المساجد الكبرى ومساجد آل البيت نراه جميعا رأي العين.